بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا إخوة الإيمان في الحلقة الماضية عند الحديث الذي جرى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع حينما عرض عليه ماله وإحدى زوجتيه، فكان موقف عبد الرحمن هذا الرجل الثري الغني الشهم قال لسعد بن الربيع: بارك الله لك في مالك وبارك لك في زوجتيك، لكن دلني على السوق. وخرج عبد الرحمن إلى السوق، اشترى وباع وربح، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما جرى، فقال الحبيب المصطفى: بارك الله لك في مالك. قال: فأغدق الله علي من الخير الشيء الكثير. إخوة الإيمان، يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ذكر فيما روته عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن عوف سيدخل الجنة حبوة. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال: إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوة، فأقرض الله يطلق لك قدميك. فيروى أنه مرة تصدق بنصف ماله فنزل فيه قوله تعالى. إخوة الإيمان، هؤلاء صحابة أجلاء، آيات من الرحمن تنزل عليهم، تنزل بسببهم، يتلى قرآن إلى يوم القيامة، يحدث القرآن عن أمورهم وأحوالهم. كلما قرأنا هذه الآية وقفنا على ذكر عبد الرحمن بن عوف. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن نريد فقط أن نعرف ما هو الخوف وما هو الحزن. الخوف إخوة الإيمان هو خطر يداهمك لا تستطيع صده أو رده، أما الحزن فهو خير فاتك لا تقوى على الحصول عليه. إخوة الإيمان، وتوالت مكارم عبد الرحمن عقب ذلك. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يدخل الجنة حبوة، يريد أن يدخل الجنة من أحد أبوابها الثمانية، يريد أن يدخل الجنة من باب الريان، من أحد الأبواب الكبيرة، ساعيا: سبحانك يا الله. هذه مآثر عبد الرحمن بن عوف. يروى أيضا أنه كانت له قافلة تجارية عظيمة وافدة من الشام، وعندما وصلت قسم كثيرا من أمواله في بني زهرة، وكان لا يدع منهم محتاجا إلا قضى حاجته، وكان يقول إن أهل المدينة عيال على عبد الرحمن. وهذه القولة أصبحت تردد في المدينة، سبحان الله. قسمهم إلى ثلاثة: ثلث يقضي دينهم من ماله، وثلث يصلهم، وثلث يقرضهم ما يحتاجون. سبحانك يا الله، أمر جميل جدا. يروى أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرتان وخشي أن تكون هذه هي مرض الموت،
فأوصى بثلث ماله وصية تخرج من ثروته عقب وفاته، لكن الله من عليه بالشفاء فشفي، فسرعان ما أخرج الثلث وتصدق به وقال: أقدمه في حياتي ولا أنتظر أن يقدمه أحد بعد موتي. ولم يجعل هذا المال للفقراء فقط، أمر جميل جدا، لم يجعله للفقراء فقط بل جعله أيضا للأغنياء. لماذا؟ لأنه ليس زكاة، إنما هو لسد حاجة محتاج. وسار عبد الرحمن في تقديمه العطاء أيضا للأغنياء، فماذا قال؟ قال: يا أصحاب بدر، لكل منكم عندي 400 دينار. فذهب أصحاب بدر ليتسلموا هذا المال، وذهب من؟ ذهب عثمان بن عفان، عثمان إخوة الإيمان، عثمان بن عفان ذهب أيضا. فقيل له: إنك غني، فأجاب: هذه صلة من عبد وليست صدقة. ومع هذا العطاء الواسع كانت تجارته تنمو وثروته تزداد وأرباحه تكثر، حتى كما قلنا روي عنه أنه قال: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لأوشكت أن أجد تحته فضة أو ذهبا. لماذا؟ لأنها دعوة صالحة ممن من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم دعا له بها، ولذلك حقت كلمة الله سبحانه وتعالى التي يقول فيها: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدقت يا الله، أنت الكريم وأنت العظيم. إخوة الإيمان، كان عبد الرحمن صائما في يوم من الأيام، وقبيل موعد الإفطار قدموا له طعاما شهيا، فلما رأى الطعام بكى وانتحب، فقيل له: ما يبكيك؟ فأجاب: مات الرسول ولم يشبع هو ولا أهل بيته، مات الرسول ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ومات مصعب بن عمير فلم نجد له ثوبا يكفيه كفنا، فكنا إن غطينا رأسه كشفت قدماه، وإن غطينا قدميه كشف رأسه، وإني أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، وما أراني أخرت خير لي. اتجه عبد الرحمن أيضا، حتى كانت عنايته تشمل أمهات المؤمنين. ماذا كان يقول لعائشة؟ يقول لها: يا أمه، يا أماه. اتجهت عنايته بأمهات المؤمنين حتى لا يصيبهن شظف العيش. أم سلمة أم المؤمنين عندما تلقت هدية عبد الرحمن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ولمعشر زوجاته: إن الذي يحافظ عليكن بعدي لهو الصادق البار. وأصبح معروفا أن عبد الرحمن بن عوف يعد نفسه راعيا وخادما لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما عزمنا على الحج إلى مكة في عهد عمر بن الخطاب، بعث عمر معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف،
فكان عثمان يسير من خلفهن فلا يدع أحدا يلحق بهن. إخوة الإيمان، تقديرا من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخدمات عبد الرحمن ورعايته لها ولزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه في مرض وفاته أن يدفن في حجرتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه بأدبه الجم رأى أن هذا المقام أعلى من أن يطمع فيه. سبحان الله، هذه تربية الحبيب المصطفى، فشكرها على عرضها واستعفاها وقال لها إنه على موعد مع عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون إن شاء الله إخوة الإيمان سنفرد له حلقة خاصة. فقال لها إني على موعد مع عثمان بن مضعون، فأيهما مات بعد الآخر يدفن بجواره. وكان عثمان بن مضعون قد مات سنة 2 للهجرة، وكان أول المهاجرين وفاة بالمدينة وأول المسلمين الذين دفنوا بالبقيع. وكان عبد الرحمن حريصا أن يدفن بجوار صاحبه، وقد تحقق له ذلك. إذن ننظر إلى هذه الصلة، هذا الود، هذه الأخوة التي قامت بين من؟ بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن مضعون. إخوة الإيمان، هذه نقطة هامة هنا نريد أن نؤكد عليها، أن المال ليس مقياسا في العلاقة بين الناس. عثمان بن مضعون فقير، وعبد الرحمن بن عوف من أثرياء المدينة، وكان من أثرياء مكة، الذي جمعهما حب الله، الذي ربط بينهما حب رسول الله. هل نحن نتأسى بهذا؟ هل هذه أخلاقنا الآن؟ هل هذه نماذج من حياتنا في هذا العصر؟ عجبا لنا، أين خلقك؟ وأين دينك؟ وأين ما أخذناه من الحبيب المصطفى؟ سبحان الله، هذا الدين هو الذي جمع بينهما وضمهما في قبر واحد. ومما يذكر عن عثمان إخوة الإيمان أنه أيضا كان من الذين حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية، وكأنه الله سبحانه وتعالى يهيئهم حتى يحظوا بهذه المرتبة العالية. ماذا كان يقول؟ يقول: لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني. وفي عهد عمر، عندما تولى عمر الخلافة، اختار عبد الرحمن في العام الأول من خلافته ليكون أمير الحج، وأي ثقة هذه يمنحها لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف. وعندما تأزمت، نحن عندنا المشكلة، تأزمت الأمور بين المسلمين وبين بلاد فارس، أصبح من الضروري أن يخوض المسلمون حربا ضد الفرس، اتجه عمر إلى أن يقود الجيش بنفسه إلى الميدان، وبدأ فعلا هذه الرحلة بعد أن استخلف على المدينة علي بن أبي طالب. ولكن الصحابة لم يروا أن يتولى عمر قيادة الجيش، وكان عبد الرحمن أسبقهم ليعلن أن قيادة أمير المؤمنين للجيش مخاطرة لا ينبغي أن تتم، فتوقف الجيش الذي زحف، واستدعى عمر عليا من المدينة، ودار نقاش طويل كان علي وعبد الرحمن من ألمع المتحدثين فيه،
وقد انتهى هذا النقاش باختيار سعد بن أبي وقاص لهذه المهمة النبيلة. وسعد أيضا سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة نفرد له ما شاء الله لنا من الحديث عنه. كان عبد الرحمن فقيها في الدين، بصيرا بالكتاب والسنة، كان يقوم بالفتية حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي بما تلقاه من فتاوى الرسول. وفي عهد عمر أخذ الخليفة برأيه في أخذ الجزية من المجوس أسوة بأهل الكتاب. وتوفي عبد الرحمن سنة 31 للهجرة، وكان سنه حوالي 75 سنة. وقال علي عند وفاته: اذهب يا ابن عوف، فقد سبقك صفوها وسبقتك درها. ولماذا؟ لأن الفتنة كانت في أخريات عهد عثمان بدأت تظهر. رحم الله عبد الرحمن فأسكنه فسيح جناته. إخوة الإيمان، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.